في مهرجان مراكش بعد هذه القطيعة ديال سنتين بسبب كوفيد اللي الحمد لله خرجنا منه على خير، وكنتمنى المهرجان يدوز على خير. أكيد مرتاحة بطبيعة الحال، أنا ما ضغطت لي تعرف راسي غادي نكون مرتاحة. إيوا أكيد أنا دابا أكيد خطفني لأنني غائبة على الساحة الفنية هاد العامين كلها، وباقي غادي نغيب واحد شوية إن شاء الله.